هاي اللحظة. بعد أيام فقط من توليه منصب المدير الفني لنادي طنطا، أثار الكابتن رضا عبد العال الجدل بعدما منع لاعبيه من دخول غرفة الملابس بين الشوطين في أول مباراة لفريقه بعد توليه التدريب أمام نادي مصر بسبب خوفه من السحرة. لكن ما حدث أصبح ليس بجديد في عالم الساحرة المستديرة، حيث تعرض المنتخب الوطني لعمل من أعمال السحر قبل مباراته مع السنغال والتي أقيمت في مالي، بعدما عثر الجهاز الفني بقيادة محمود الجوهري عام 2002 على كيس مغلق تحت مقاعد البدلاء يحتوي على عظام حيوانات ميتة وبعض الطلاسم المكتوبة بلغة غير مفهومة، وانتهت المباراة حينها بفوز فريق السنغال بهدف للا شيء. وفي عام 2012 حدثت واقعة غاية في الغرابة بمباراة منتخب مصر الوطني مع النيجر، وذلك خلال تصفيات التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، حيث ظهر شخصان يصطحبان معزة سوداء يتجولان بها في أرض الملعب ويعتقد أنها تعويزة سحرية بهدف الفوز على منتخب الفراعنة، وانتهت المباراة في ذلك الوقت بخسارة الفراعنة بهدف دون رد. وفي عام 2016 تمكن مهاجم رواندي من تسجيل هدف لفريقه ضد فريق منافس بالدوري المحلي بعدما نزع سحر وضعه حارس المرمى بجوارها. وفي عام 2013 كشف مسؤول غاني عن استخدام سحر أسود قبل مباراة مصر وغانا في التصفيات الإفريقية لعام 2014 عندما خسر الفراعنة بنتيجة 6-0. واكتشف أن هناك مسؤول غاني قام باستخدام ماعز ميت كنوع من السحر قبل مباراة المنتخبين.